العالم كله بيتكلم دلوقتي عن التهاب الكبد للأطفال، والأعداد الإصابات بتزيد يوم بعد يوم في بريطانيا بشكل مقلق جدا. لحد دلوقتي ما حدش عارف يحدد سبب إصابة الأطفال بهذا المرض. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور حاتم سليمان، استشاري الحالات الحرجة في لندن، اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير عليك يا دكتور. أهلا وسهلا محمد، صباح الخير. يا أهلا بحضرتك. الإصابات في تزايد، يعني بنتكلم إحنا في العالم كله تقريبا وصلنا ل 700 إصابة حتى الآن، في بريطانيا فقط 240 إصابة، وده عدد كبير جدا. حتى الآن لسه ما عرفتوش سبب هذا الإصابة أو إصابة الأطفال بهذا الالتهاب؟ هو للأسف حتى الآن لم نتأكد من السبب، لكن في نظريات. يعني كان في اشتباه إن يكون أحد الفيروسات التنفسية اللي بتسبب نزلة البرد العادية في الأطفال، وهي اسمها الأدينو فيروس. وحتى الآن يبدو النظرية دي الأقرب للدقة، يعني إن الفيروس ده نفسه بقت قدرته على يعني إحداث مشاكل عضوية، وبالتحديد إصابة الكبد بقت أكتر في الأطفال. والسبب برضه نظرية بتقول إن الإغلاق التام اللي حصل وقت الجائحة خلى مناعة الأطفال تقل. يعني يا دكتور، هو فيروس ولا مرض مناعي؟ هو حضرتك ارتباط في الاغلب ان هو يعني استجابه مناعيه لاحد الفيروسات. وفي اعتقادي ان هو ارتباط بين النقطتين مع بعض، لان سواء كان الفيروس نفسه بقى اشرس او حصل وانخفاض المناعه نتيجه للاغلاق. يعني برضه دي من احد النظريات القويه جدا الموجوده، يعني الاغلاق التام خلى المناعه تقل، وممكن يكون الفيروس نفسه بقى أشد شوية على الأطفال، لأن أغلب الحالات بتكون من سن الأطفال الأقل من 5 سنين للأسف. هل في يا دكتور ربط ما بين مثلا إصابة الأطفال اللي طلعوا مصابين بالتهاب الكبد، كانوا مثلا نسبة منهم مصابة بكورونا قبل كده أو لا؟ لا خالص، حتى الآن ما فيش أي دليل بيربط بين الكوفيد وبين الإصابة الجديدة أو المرض الجديد ده. ودي الحقيقة كانت من الأشياء اللي بحث فيها العلماء في الأول خالص حتى تأمن فيها بشكل تام. طيب دكتور، بعض المختصين بيرجع الأمر إلى الإصابة بالفيروسات الغدية، هل تتفق معاه؟ ما هو الأدينو فيروس حق هو ده الفيروس اللي يسمى الفيروس الغدي. بس من المفترض أن الفيروسات الغدية دي بتصيب الأطفال في حالة ضعف المناعة، لكن احنا شايفين عدد كبير قوي من الأطفال ويمكن ما كانش فيه عندهم أي مشاكل في المناعة. لا حضرتك، هو في الواقع ان الفيروسات الغديه او الادينو فيروس دي منتشره جدا في الاطفال، بس حسب مستوى المناعه بتكون الاعراض. هي الفيروسات المسؤوله عن كثير من حالات النزلات البرد العاديه اللي بتحصل في الاطفال وكمان في بعض الكبار. بس انخفاض المناعه بيؤدي لاعراض زائده. الجديد بقى ان احنا ما كناش بنشوف حالات يعني التهاب كبدي بهذا الشكل بتصل لفشل كبدي يعني. وده اللي مخلي الوضع مقلق الحقيقه. هو فعلا يا دكتور بعض الاطفال بيحتاجوا لزراعه كبد نتيجه للاصابه دي؟ للاسف فعلا حوالي 10 تقريبا، يعني 10 اطفال حتى الان احتاجوا زراعه كبد، وفي وفيات كمان حصلت في بعض الدول، يعني قليله طبعا، احنا مش بنتكلم على مستوى حاجه مقلقه او جائحه، لكن حاجه غير طبيعيه ولم نشهدها من قبل. فنتمنى ان احنا نفهمها بشكل قاطع قريبا ان شاء الله. طب مساله الانتقال للمرض بين الاطفال، هو حاكي الادينو فيروس او الفيروسات الغديه، لو افترضنا ان هي السبب المباشر انتقالها، يعني للاسف هو سهل خالص، لان دي فيروسات تنفسيه بتنتقل عن طريق الرذاذ، فممكن يتم استنشاقها مع الكحه مع الافرازات، وكمان ممكن تنتقل عن طريق الجهاز الهضمي. لانها لو تم ملامسه اي اسطح فيها الفيروس بتنتقل بسهوله عن طريق الانف او عن طريق الفم او عن طريق العين كمان، فانتقالها سهل خالص. صحيح. طيب دكتور، بعض خبراء الصحه بيقولوا ان الموضوع ممكن يكون له علاقه بتناول عقار الباراسيتامول بالنسبه للاطفال، هل ده برضو ممكن يكون وارد؟ دي نقطه مهمه جدا، لانه في الاول خالص كان تعرف حضرتك الاطفال اللي بيجي لها نزلات برد بتاخد على طول على طول، وطبعا معروف الباراسيتامول من الادويه من النادر انها تؤدي لفشل كبدي، لكن قد تؤدي لفشل كبدي طبعا لو اخذوا جرعات زائده. لكن حتى الان دي نظريه يعني ضعيفه جدا، لان الاطفال اللي حصل لها ده اخذت جرعات خفيفه جدا من الباراسيتامول لا تكفي انها تؤدي لفشل كبدي. معروف ان حدوث الفشل الكبدي من الباراسيتامول معتمد على الجرعه.
يعني معتمد على اخذ جرعات زائده في الاطفال وفي الكبار. عظيم. اذا ملوش علاقه، ودي من ضمن الحاجات اللي انتشرت كمان، من ضمن الحاجات اللي انتشرت كمان والناس بتتكلم عنها ان هي قد تكون السبب، او الخبراء اللي بيقولوا يعني ان هي قد تكون السبب، ان في بعض الدراسات اتعملت على بعض الاطفال اللي اصيبوا بالفعل بالتهاب الكبد ولقوا ان هم عندهم كلاب اليفه في البيت، فبرضه هل ده ليه علاقه بالموضوع؟ برضه حضرتك دي نظريه اخرى حتى الان بس لم يتم التاكد منها، لان احنا لم يتم ايجاد يعني رابط بشكل يؤدي لانتقال فيروس او بكتيريا من الكلب للطفل. هي مجرد بس اسوسيشن، او وجد ان بعض الاطفال اللي حصل لها الاصابه دي كان عندهم كلاب في المنزل، بس لا يوجد اي تاكد من حدوث عدوى محدده من الكلب للطفل ده. فحتى الان اعتقد انها مجرد ارتباط ممكن يكون صدفه بدون وجود سبب واضح. طيب يا دكتور، هل في حاجة معينة في الأكل مثلا المفروض إن الناس تتجنبها تاخد بالها منها عشان تتجنب الإصابة؟ هل في فحوصات معينة يعملوها عشان يطمنوا على أولادهم؟ هو أهم شيء وأبسط شيء، يعني إحنا دايما بنقول إن الإجراءات الأساسية البسيطة جدا، ودي من رحمة ربنا، المغاسيل الإيد بالمية والصابون سهل جدا، وهو أبسط شيء بيؤدي للتحكم في كثير جدا من العدوى والميكروبات اللي بتؤدي لكثير من الامراض. ودي من الحاجات المهمه جدا في الوضع ده، يعلموا الاطفال ان غسيل الايد بشكل مستمر لما يبقى حد بيكح وعنده نزله برد، نحاول يعني نتجنب التواصل المباشر معاه. طبعا في الاطفال بيبقى صعب شويه لان بيبقوا قريبين من بعض في المدرسه او في الحضانه، لكن في الاساس نعلمهم اهميه غسيل الايد بالميه والصابون، ما يستعملوش اشياء خاصه بشخص تاني. والاعراض المهمه طبعا اللي بننصح الاهل في الوضع ده، اعراض الالتهاب الكبدي اللي بتحصل بتبقى في بدايتها اعراض جهاز هضمي، يعني احساس بالغممان او وقيء، والاهم ان بيبدا يحصل ارتفاع في نسبه الصفرة في الدم بتؤدي لاصفرار في بياض العين، ودي من اهم الاعراض الخطيره. لو احد الاهل شاهدها في الطفل يجب ان يتم اخذ يعني النصيحه الطبيه في اقرب وقت ممكن، وربنا يحفظ الجميع ان شاء الله يا رب. لكن الاعراض مختلفه تماما طيب، والخصائص كمان عن الفيروسات الكبديه الخمسه A و B و C و D و E؟ لا الحقيقه مش مختلفه، لان الفيروسات الكبديه طبعا مختلف انواعها، في منها فيروسات بتنتقل عن طريق الجهاز، عن طريق الحقن او عن طريق الدم زي فيروس B وفيروس C، لكن في بالذات فيروسات A و E، هي دي الفيروسات اللي بتنتقل عن طريق الجهاز الهضمي، ودي اللي العلماء في الاول شكت ان تكون دي هي السبب اللي ادى للالتهاب الكبدي اللي عند الاطفال دي. فالاعراض الحقيقه مشابهه جدا للالتهاب الكبدي A و E اللي هما بينتقلوا عن طريق الجهاز الهضمي، تبدا برضه باعراض جهاز هضمي وبتؤدي لمشاكل في الكبد، لكن الاطفال دي كلها بشكل قاطع كانت سلبيه، ما كانش عندها اي دليل بيؤكد انها اصيبت بالالتهاب الكبدي. وفي استبعاد تام يا دكتور بانه الموضوع لا علاقه له بلقاح كورونا، لان الاطفال تحت سن 5 سنين ما بياخدوش اصلا لقاح كورونا. بالفعل الحقيقه ما فيش اي، في استبعاد تام ان يكون ارتباط بين ده وبين لقاح كورونا، لان هم زي ما حضرتك اتفضلت ما فيش من الاطفال دي كان اخذ لقاحات كورونا يعني حتى حدوث مضاعفات ليهم. طيب دكتور، يعني نصايح حضرتك لاولياء الامور لتجنب الاصابه باذن الله بهذا الفيروس؟ طبعا اكيد يعني حتى مش بس الاطفال، الكبار، لان يعني الفيروسات دي بتنتقل كمان بين الكبار، فاهم شيء ان يبقى فيه اهتمام دائم بالنظافه الشخصيه وغسيل الايد بالميه والصابون او بالمنتجات المطهره الاساسيه، عدم مشاركه الادوات الشخصيه بين يعني الكبار وبين الاطفال، وكمان اهم شيء حتى الان اللي عنده اصابه مباشره بنزله برد او عنده، احنا مش بنخوف الناس بس الاجراءات الاساسيه البسيطه مهمه جدا، يعني طبعاً يتجنب ان يكح او نتجنب ان هو يعطس بدون ما يبقى فيه يعني يغطي الانف او الفم، او يعني يبقى فيه اهتمام ان لو في اي اصابه مباشره انها ما تنتشرش في المحيطين، وربنا يحفظ الجميع ان شاء الله. ولو في اي ظهور اعراض في الاطفال، اعراض جهاز هضمي ادت لحدوث يعني اصفرار في بياض العين او بدايه اصفرار في الكلب، يجب اخذ نصيحه طبيه فوريه، ودي نقطه مهمه صحيح جدا بالتحديد في الاطفال اقل من سن 5 سنين.
الاكتشاف المبكر يا دكتور حاتم ممكن يساعد الاطفال؟ اكيد اكيد، سؤال جيد جدا من حضرتك استاذ محمد. يعني بالفعل من الحاجات اللي لقوها ان انت لما تلحق الطفل بدري والاعراض لسه في مبكرها ممكن يتم اعطاء ادويه تعمل يعني تحفظيه تقدر تلحق الكبد قبل ما يحصل بيه الفشل التام. ولو تم التاخر للاسف الموضوع بيبقى حاد، فالاكتشاف المبكر بيؤدي لتشخيص مبكر وباذن الله بيؤدي يعني لانقاذ حياه الاطفال ان شاء الله. فمهم جدا الاكتشاف المبكر. شكرا جزيلا لك يا فندم دكتور حاتم سليمان استشاري طب الحالات الحرجه في لندن، شكرا جزيلا لك.